مبارك عليكم الشهر مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون الكويت، وأحلى طلة وأحلى تواصل معاكم، لأن احنا وايد نحبكم وسعيدين بهالتواصل يوميا عبر شاشة تلفزيون الكويت من 360 على مدى ساعة. نسهر معاكم سهرة خفيفة أنا وزميلي محمد الوسني. يعطيك العافية حصة، الله يسلمك يا غالي. شو أخبارك انت اليوم؟ شلونك معك؟ الإطلالة الجميلة هذه، القالب غالب. لا يعني إطلالة طبعا، أشكر ريهام، ريهام البلوشي ما شاء الله. إيه. انت بعد ازيائك مميزه. سلمين يا غالي، مشكور. من وين تفصيل؟ والله خياط، ما راح اقول اسمه عشان الدعايه بس. الله يعطيه الصحه والعافيه، اللي قاعد يضبط اللبس شوي. والله انا ساعات احسدكم على هالاشياء. خفيفه مو مكلفه. انتم ما تتعبون، يعني ما تتعبون مثل البنات شلون يدورون ويفترون بالسوق، ويعني طول رمضان هم يقضون. يعني انا اعتقد انت عشان تجين حق الحلقه من الصبح شغاله. شغاله لبسي ازيائي. الله يعينك. احنا نقول مبارك عليكم الشهر مشاهدينا الكرام، وتقبل الله طاعتكم، حياكم الله في ثاني حلقات برنامج غدة رمضانية على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. ومثل ما ذكرت زميلتي حصة، راح نتواصل معاكم لمدة ساعة كاملة على الهواء مباشرة. من 360؟ من 360. زين أنا بسألك سؤال عن 360. تعرف وين يقع 360؟ جنوب سوريا. زهرة. أيه. زهرة. أوكي. تعرف يعني؟ أكيد أعرف. زين مو هذا السؤال. بعد. السؤال يقول ليش سموا الزهرة زهرة؟ ليش سموا الزهرة زهرة؟ أيه. لا ما اتفقنا على كذي. لا احنا هدفنا بالبرنامج هني بعد نعرف المشاهدين واحنا نتعلم بعد. حلو. في اشياء بصراحة احنا مو كل شيء نعرف يعني. أكيد تبين الصج؟ أيه. ما أعرف الإجابة. ما تعرف؟ لا ليش سموا الزهرة؟ الزهرة ما أدري. والله صدق انا اعرف. كنت بصيدك يعني بس اعترف. اكيد انا بعد ما ادري، يمكن سعود يعرف. سعود ما تعرف؟ سعود مخرجنا انت بس يلا. يعني حلوه، معلومات جميله نلقيها من خلال برنامجنا غدة رمضانية. وسؤال مهم وهجتني حقيقه زميلتي حصه اللغاني على الهواء، ما اعرف الاجابه شنو أو ليش سموها الزهرة، منطقة الزهرة ليش سموها الزهرة؟ هذا سؤال اليوم حلقتنا في غبقة رمضانية، وراح نشوف فقرة وراح نشوف مع مشاهدينا واللي من خلال جولتنا من خلال كاملة برنامجنا غبقة رمضانية نعرف شنو الإجابة بالضبط. أكيد راح نعرف. أكيد. بس إيش رأيك اليوم ضيوفنا؟ ضيوفنا حلوين. اليوم مقدمين لكم وليمة على الغبقة مو صج على قولتهم، خيالية. يعني ضيوفنا اليوم بروحهم هم وليمة. حلو، نقول منو ولا؟ نقول منو ولا لا؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل مخرجنا فاصل قصير ونرجع ان شاء الله في غدة رمضانية، وضيوف راح تشوفونهم ان شاء الله تكون مفاجأة حلوة. ينورونا ان شاء الله. ان شاء الله. الله، بعاد كنتم ولا قريبين؟ يعني كلمات ولا اروع للشهيد فايق عبد الجليل. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه بصراحه، يعني اشياء تذكرنا في عملكم، يعني أضاف لهذا المجهود وهذا العطاء وهذه مثل ما يقولون المساحة الجميلة من حياة فايق عبد الجليل. نرحب فيكم أول شيء ونشكركم على هالعمل المتميز، يعطيكم ألف عافية. مهما نقول ومهما نشكركم، عطاءكم لهالموضوع يعجز اللسان عنه. أكيد حياكم الله، منورينا في برنامجنا غبقة رمضانية على تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله الفنان الجميل فيصل عميري وعبد الله قرار ومخرجنا المبدع رمضان خسروه، وأيضا الفنانة حنان المهدي، حياكم الله منورينا. أنا عندي بس قبل شوي واهقتني زميلتي حصة، سألتني سؤال عن داوت وين موقعها مجمع 360، قلت لها بالزهرة، كان يقول ليش سموها الزهرة؟ ما عرفت الإجابة. الحين بسألكم سؤال واهقكم وياي، مكان 360 قبل شنو كان فيه؟ كان فيه السينما، سينما السيارات. يا سلام عليك. اي فنانين اكيد تعرفون عن مكان سينما. توهقنا بالسؤال قبل لا نبارك بالشهر على المشاهدين. شلون؟ متأكد من الإجابة؟ اي سينما السيارات؟ ايه؟ اكيد انا وامي وابوي 3000 مرة رايحين لها، حتى شفت فيلم الإرهاب والكباب لعادل إمام. حضرته. أيه. حضرته في سينما السيارات. لحقين عليها أيام الطفولة. لحقت عليها حرام؟ أنا لحقت عليها وأنا صغيرة كلش. مرة واحدة رحت لها. يمكن عمري 4 سنين. دائما عشان العمر ها؟ أكيد. يعني قبل أيام قبل. 4 سنين 5 سنين كذي. وأنت فيصل؟ لا أنا إذا سينما السيارات مو هني. أنا تابع الأحمدي. الأحمدي. إيه.
موجود هناك هذيك، وفي سينما نسميها سينما الشتوي والصيفي مالت فحيحين، هاي مكشوفه يعني، هاي الافلام تنعرض بس المغرب. حلو، عشان انا مكشوفه اوبن يعني، ما في شيء صاله داخليه. حلو، قاعد تكبر نفسك. انا لا والله، هذا اللي موجود كان عندنا. انا هالامور ما لحقت عليها. لا لحقت عليها. لا صغير انا ترى. انت الحين صانع فيلم سينمائي، المفروض تحس كل شيء. 12 سنه عمرك. لا توك شباب ما شاء الله. أجواءكم وايد حلوة، وإحنا نقول لكم كل عام بخير، وتقبل الله طاعتكم. وأنت بخير وصحة. كل عام بخير ونعود عليكم بالصحة والعافية. اللهم آمين. أنتم يمكن الفنانين أكثر الناس اللي شوية الجانب الاجتماعي هذا مرفوع عنكم القلم مثل ما يقولون، لأن أنتم شغلكم بهالفترة يكون وايد مسؤوليات مسلسلاتك، مع إن تشوقون الناس حق طلتكم من خلال تواصلهم معاكم على الشاشات بأعمالكم، ونفس الوقت أنتم ما تقدرون تعطون أهلكم التواصل الدائم اللي تقدرون توجدون فالشرهات عليكم وايد، سواء من جمهوركم أو من أهلكم. لا هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بارك على الجمهور الكريم الشهر سهم من عواده يا رب. وضع الفنان باختصار شديد هو يعني مو ملك نفسه، يعني ما دام هو عزم ودخل هذا المجال لازم هو يعني يفهم انه هو مو ملك نفسه ولا ملك الوسط الاجتماعي، انه هو حر في تصرفاته، لازم يكون وايد حذر حتى في تحركاته، في لقاءاته، في جلساته، في دواوينه، في ربعه، لازم يكون هو شويه على قولتهم بالانجليزي بيكي يعني. ليش؟ السبب يرجع لوضع هذا الفنان. هذا الفنان هو عبارة إنسان يرسم واجهة ويعتبر واجهة بلد، فهذه الواجهة لم تكن قوية ومتينة وفعالة وذكية وراقية، يعني المفروض أن يكون فيها كل ما تتحمل الواجهة من شكل جمالي وأدبي وأخلاقي وإلى آخره، حلو، لأنه هو يكون واجهة بلد. فلذلك تجديدنا احنا يعني حريصين في كل أشياء، يعني حتى هني في المجمع احنا ما ني وايد طلعات للربع شيء مخطط، يعني يا دوب وين وين احدى تطلع مع ربك ولا تشوفهم في الدواوين او تشوفهم في المناسبات الى اخره. حلو، كلام جميل. عبد الله قرار ولا انت تطلع وتروح وفي عايش؟ والله اطلع. اي لازم. يا انا شايفك كم مره صرت وايد. صح شفتك كم مره. ما تضايق من الجمهور؟ بالعكس والله شيء حلو، يعني لما يكون الجمهور يسلم عليك يسال عنك يشوف كيف يصور معاك ما تضايق، إلا من الشيء اللي ضايق، ولما أي أحد يسلم ولا يرحب ولا مستانس على فنان يشوفه يحبه هذا شيء يونس. حلو، لكن أنا أطلع وأروح وأرد يعني أخالط كل طبقات المجتمع على قولتهم، علشان الواحد هم يستفيد ويكسب خبرة، يشوف شيء جديد ممكن يحطه في باله يقدمه على الشاشة. لا مو وايد يعني، الناس عندهم أمانة هالقدرة على إنهم ينظمون أوقاتهم بحيث إنه مثل ما يقولون يبقون من الوقت. تلقاهم ما شاء الله يلحقون يروحون دوانين، تلقاهم يوجبون، تلقاهم يتواصلون مع جمهورهم. أنا أسمي هذا ذكاء اجتماعي بصراحة، إنه عنده القدرة على إنه ما يزعل أحد. يعني إن شاء الله كثر ما أقدر أحاول إن أنا ما أزعل في أكثر من دوانية للحين ما مريتهم، أمس رحت بيت جدتي شفت عماتي وعمامي والأهل، واليوم معاكم، وباكر عاد تبدي ديوانية ألف ديوانية باء. الرابع ما رحت لهم، ما مريتهم؟ لا والله للأسف ما رحت يعني، بس أبارك لهم بالشهر عبر شاشة تلفزيون الكويت، وإن شاء الله باكر عندكم الديوانية. مخرجنا رمضان، شلون طريقة التواصل؟ تطلع عايش حياتك طبيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أبارك لكم الشهر الفضيل، وأبارك لصاحب السمو أمير البلاد هذا الشهر الفضيل، والله يعود علينا وعلى إن شاء الله، وبارك للسادة المشاهدين. طبعا برمضان عادة الواحد يزور الدواوين مثل ما قال أخوي عبد الله، يزور أهله، بس إحنا شوي يعني أنا ما أتكلم، أنا ما بيتكلم نفس ما تكلموا شباب وما نجوم. أنت نجم بعد؟ لا أنا نجم خلف الكواليس. فما في عندنا هذه المشكلة في الظهور وفي الإعلان، لكن المشكلة وين؟ إن إحنا في الفترة هذه دائما يعني ما قبل رمضان بشهر شهرين يبدأ يصير فيه شغل، يبدأ يصير فيه تعب وكذا، فالوقت يصير شوي ضيج علينا، فدائما تلاقينا مو متواجدين، وخصوصا العمر يحكمك يعني، الواحد
في 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 طاقته في الشباب، عز الشباب، وهو عنده طاقته وعنده كذا، فدائما يحاول انه هو يعمل ويشتغل ويكسب الوقت، يعني يبي يستثمر وقته. فتصير الزيارات وهذه بالنسبه لي انا تكون قليله، دب يعني محدوده شوي، محدوده يعني، يعني من 5 سنوات الى اليوم تلاقيها محدوده. لكن ان شاء الله يعني الواحد بس يهدى يطخ شويه يركض، ها اي تصير زيارات وتصير الامور هذه اكيد طبيعي. التواصل دائما عبر التليفون موجود، او يعني اي لو الحين ما شاء الله التواصل كان صار سهل، يعني تظل الواتسابات وهالمواقع التواصل، ويعني سهلت وايد امور، يعني تقدر تطخخ ناس على حساب ناس. انت مثلا توجب اهلك، ربعك مثلا تواصلت معاهم على الواتساب وجي، وان شاء الله راح امركم اخر رمضان، يعني تقدر تسوي بالانس الموضوع. اما عاد مخرجتنا المبدعة اللي ما شاء الله صارت فنانة، ما شاء الله تبارك الرحمن، حنان مثل ما يقولون ورقة ناجحة وين ما تكون، ما شاء الله مشكورة، حصة مشكورة وايد، ومبارك عليك الشهر، ومبارك عليكم الشهر كلكم، وهني طبعا تلفزيون الكويت، مشكورين على الاستضافة الحلوة هذه. الوقت عندي أنا يعني أنا الفترة اللي طافت كلها مثلا مشغولة بالمسرح، بروفات، ما خلص من المسرح أدش مثلا تصوير تلفزيون مثلا برامج معينة، فيصير عندنا أوردرات بشكل مستمر. بس أنا مثل ما قلت يمسع أحاول أسوي الذكاء الاجتماعي هذا، أحاول أقسم وقتي كثر ما أقدر، يعني مثلا انشغلت شهر شهرين، بعدين أعوض أهلي، أزور، خصوصا برمضان بعد نستغل هالفرصة يعني. وأنا أساساً متفاهمة مع أهلي، يعني أنا موضحت لهم ترى أنا مثلاً عندي هالفترة هذه شغل، سامحوني. يقدرون الظروف، ظروفك بالعمل؟ الحمد لله يقدرون، لأن عارفين وضعنا. صدق إنهم مو متعايشين شوية مع، يعني مو كثر ما الواحد داخل الشغل نفسه شوية يكون متفاهم أكثر، بس من كثر ما قاعد يشوفونا وإحنا نشرح لهم الوضع خلاص فهموا استوعبوا الوضع. يعطيكم العافية، يكفي إن أنتوا يعني تخلقون أجواء جميلة في كل بيت من عطاءاتكم اللي قاعد تقدمونها لجمهوركم، للناس اللي تحبكم. يعني يمكن أن إحنا نشوف أحلى شيء، ما نشوف الجانب اللي أنت تعبته وفيه وعطيته، لكن اليوم بنتحكى شوي بالتفاصيل اللي لازم أن الناس مثلكم شرواتكم نبين تفاصيل عطائكم لهذا العمل. والعمل بأمانة مميز، إنتاج دار لولوا ونفقد طبعاً الشيخ انتصار، نوجه لها أحلى تحية، هي مسافرة وإن شاء الله يا ربي قاعد تتابعنا إن شاء الله. أمانة من أروع الشخصيات اللي الواحد ممكن يستضيفها أو يلتقي فيها، أو يعني يقدم عطاء يليق باسمها، انتصار سالم العلي، يعطيها ألف عافية، تحية مني لها كبيرة. تستاهل الشيخة، دائما هي تعتبر بالكويت نافذة إيجابية متميزة حقيقة في الجانب الإيجابي وين ما كانت وين ما رحت. موضوعنا مخرجنا العود، حبيب الشعب وحبيب الأرض وحبيب الفن، فائق شاعرنا، الشخصية أدبية كبيرة، وهو قامة أدبية كويتية، فائق عبد الجليل رحمة الله عليه، الشاعر الشهيد الكويتي. ودنا تكلمنا شلون وقع اختيارك على هذه الشخصية بالذات. طبعا هو في البداية يعني أتكلم أقول لكم إياها كذي، يعني يلا نسولف، أكيد قاعد ندردش. شخصية استفزتني، يعني شخص غائب مثل ما يقول أخوي أبو عبد الله دائما، مثل ما تقول دكتورة سعاد الصباح، شخص غائب وحاضر، هو غائب بس تلاقيه حوالينك موجود في كلماته، في روحه، في أشعاره، وفي نفس الوقت حضوره في علامات استفهام، يعني حضوره في في في, في يعني في قبل فترة الاحتلال وهو كشاعر موجود جسدا بيننا، كان يعني في عنده هذه علامات الاستفهام في قصائده في كذا. وبعد ما غاب ظل عنده، يعني اول ما الشهيد فايق عبد الجليل اول ما يعني قبض عليه رحمه الله عليه، في البدايه ما حد كان يدري انه هو يعني تم الغاء القبض عليه، وصنف يعني كمفقود، بعد سنه او شيء كذي اكتشفوا انه هو اسير، بعدين قالوا اعدم، بعدين قالوا لا موجود، بعدين يعني حتى هو كشخص ما تدري وينه، ما تدري شنو. فالشخصيه فيها علامات استفهام وفيها، فاستفزتني من هالنقطه. اتوقع انا بديت ابحث عن فايق عبد الجليل
وما ما ما شبعت يعني من الـ من الـ 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 الارشيف الموجود المتاح من 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 تصاوير او حنقول مجلات مقالات كتب ايا كان. فبالتالي توجهت لاسرته. والغريب في الموضوع انه اول ما قعدت انا مع فارس وجه له تحيه ومبارك عليه بشهر ولد الشهيد، قلت له انا ابي اعرف معلومات عن ابوك، عندي اسئله وايد يعني. فاوكي شنو انت وين بتروح؟ ليش تبي تعرف المعلومات؟ قلت له ما ادري، انا بس ابي اعرفها. فانا رايح الهدف ما كان يعني ما في هدف فني، هو استفزاز من الداخل. بعد ما تم اكتشاف هذه الشخصيه بالنسبه لي بديت انا قاعد نشوف لقطات وياك رمضان عن نعم. الفيلم حبيب الارض، قاعد نشوف اللقطات الجميله مع بعض. بامانه يعني انت تغيرت شلون؟ يعني 180 درجه. انا وايد يعني انا اتوقع الفيلم كان يتركز على قواعد اساسيه ثابته اللي هي شلون يطلع بالصوره المماثله المكياج والموسيقى. ركزت على ركيزتين وايد قوية، غير قيمة الشخصية نفسها، غير عطاء الفنانين اللي شلون عرفوا تفاصيل أم فارس. لازم نعرف أنت شلون عرفت هي شخصية أم فارس، هل تقربت منها؟ هل يعني نبي هالتفاصيل. أول شيء نتكلم عن إطلالتك. أمانة وايد شخصيتك صارت يعني، أنا والله وروني صورتين قلت لهم هذا فايق، قالوا لا أنا مو فايق، قلت لهم لا فيصل لا تقولوا لي فيصل. والله شوفي هي طبعا البحث لأي ممثل عن أي شخصية جديدة يشتغلها هو بروحه هذا يعني شو أقولك، رسالة ماستر أو رسالة بي اتش دي، لأن أنت تتكلمين عن شخصية غير اعتيادية، شخصية أثرت في المجتمع الكويتي. وأنا دائما أقول هذه الشخصية هي معانا في اللاوعي دائما، مو في الوعي، في اللاوعي. يعني أنت مثلا قاعدة في البيت وفجأة قاعدة ترددين يلا خذني وروح يا نجمة وقمر، أو فجأة قاعد تقولين أبريت الثاني اللي هو صبي كسر المنظارة ونحاش توا أشكاره، عرفت شو؟ هذه الأوبريتات، أو تغنين أغاني قديمة زين المطارات، أو أشتاق لمحمد عبده. يعني هذا الإمج، الإمج الحلو اللي إيه اللي هالحقبة يعني. إيه هذا الحين هذا الشيء أول في البداية. إحنا كمجتمع كويتي فايق عبد الجليل عايش معانا في اللاوعي زين، أصبح الآن يعني تقديمه أمام الجمهور بعد غياب خلينا نقول 24 إلى 25 سنة لم يذكر هذا الشاعر إلا في بعض المقالات أو الاحتفالات الرسمية. فإحنا حبينا نقدمه كفيلم، فيلم درامي واقعي يتكلم عن حياة هذا الشاعر. الرضوخ إذا صح التعبير، الرضوخ إلى مسألة الميك اب، يعني ضرورة حتمية. بس أنت أربع ساعات متمكن، حسيت بمعاناة البنات؟ طبعا. بس يقولون الميك اب هذا كان يعني عالمي عالمي حقيقة، هو عبد الله اسكندر. اي عبد الله اسكندري، وهذا ولد الكبير بابك ما شاء الله اسكندري. أربع ساعات فيصل؟ أربع ساعات يومية. يعني خلاف الميك اب عندك الويج الباروكة، أنا في باروكتين، في باروكة مال السبعينات. والله احنا اللي كنا نحس بمعاناة واحنا ننطر على ما يخلص الميك اب ماله. فكانوا هم ينتظرون وايد ننطر ثلاث اربع ساعات صدق على ما يخلص. يعني كان ياخركم شوي، ها شغله وايد. لا شوف انا خل ادش لك عرض. دش المخرج خلاص. المعاناة كانت تتحول في لحظة إلى قمة من السعادة، وتحس بشعور في الإنجاز، وتحس بشعور في الفخر لما تاخذ تيكك. فيصل أربع ساعات قاعد يحضر، المصور أربع ساعات قاعد يحضر، الإضاءة قاعد تحضر، الممثلين قاعد يحضرون، المخرج قاعد يحضر. بعد الأربع ساعات خمس ساعات لما تيجي تاخذ تيك مدتها 30 ثانية ويمكن أقل، تشعر أن هذه الأربع ساعات كانت بسيطة أصلاً، حتى مو يعني ما خذيت وقتك فيها. حلو. مقابل لقطة ممكن يشوفها المشاهد وياخذ النتيجة. هذا شيء جميل يكون في شباب كويتي يحرص أن يقدم عمل شيء نفتخر فيه احنا ككويتيين. انا اشوف عبد الله قاعد يلعب بالسبحة والمسباح وعايش حياته ريلاكس.
انت قدمت شخصيه الشاعر رحمه الله عليه ايام الشباب، شلون قدرت تجيد هذه الشخصيه خصوصا نحن من الجيل هذا من الجيل القديم؟ وش انا اقول دائما الحمد لله رب العالمين ان انا وصلت لمرحله يعرض علي عمل باسم الشهيد الشاعر فايق عبد الجليل رحمه الله، واشارك البطوله نجم عربي مثل فنان فيصل العميري والرجل الحلو الخلوق ولد الكويت اللي يبي يسوي فن من القلب، بالاضافه الى الفنانه حنان المهدي وكل كاست العمل. حتى وصلت الحين لمرحله ان انا نسيت سؤالك. لا انت مثلت شخصيتين بالفيلم. مثلت شخصيتين انت وهو انا ما عصرته. هو صحيح ان انا ما عاصرته، وهم اقول الحمد لله ان انا ما عاصرته، لكن يمكن عاصرته في 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 عمل درامي. هذه صورته على الهواء. فضل الله ثم المخرج والمنتج للعمل التقينا في فارس ابن الشهيد، اوجه له تحيه وابارك له بالشهر. قعدنا معاه اكثر من مره، تكلمنا وايد. المخرج رمضان خسروه وفر لنا مواد من لقاءات واعمال ما انعرضت لا في الانترنت ولا في حتى في يعني انا يمكن اعتب شوي ان ودنا هذه اللقاءات تنعرض نشوفها، يعني في ارشيف كبير في وزاره الاعلام ما نشوف منه هذه اللقاءات. يعني حرصه على العمل خلاه يجيب لقاءات انا اول مره اشوفها، لا هي موجوده في الانترنت. في الانترنت يمكن موجود مقطع صغير يقول فيه شعر لمحمد عبدو، وفي مقطع او مقطعين لايام فتره الغزو مع البنت اللي هي بنت العيدان اللي غنوا فيها نبقى كويتيين. بس الحمد لله رب العالمين المخرج كثر ما هو حريص بحث وجاب لنا ارشيف كامل، كنا نقعد في المكتب نشوفه يوميا. حلو. ومعاي الاستاذ فيصل العميري. فيصل يدرس، يقول لك يدرس الدور دراسه كامله، يدرس الدور ودرسنا مكياج وانتم دار مداره يعطيكم التوجيهات، وانا بعد اربع يعني ساعات يعني اجتماع ومكياج. انا بعد اربع ساعات. هو كان التنافس في موضوع انه يعني كان في لينك بيني وبين عبد الله، انه هو قاعد يمثل فايق في مرحله الصبا او الشباب وانا في مرحله الرجوله، فاحنا ما حبينا كممثلين ان يعني شخصيه تطلع مختلفه يعني مختلفه او تطلع مهلهله. حلو. فكان في لينك احنا متفقين عليه وتحديدا هو الصوت، صوت الشخصيه، فكان يعني نقدم اصوات اذا صح التعبير مستعاره. حلو. بس هي قريبه للشخصيه. حلو. والحمد لله يعني في فترات هو يصور انا ما اكون موجود، فترات انا اصور وهو ما يكون موجود، بس صارت بالفطره ان من خلال استخدامنا للصوت طلع معانا الكاركتر بشكل كانما احنا كل يوم مع بعض في اللوكيشن. حلو. وصار هذا التشابه هو الحمد لله. الحمد لله. انا بروح حق الفنانه هنادي المهدي، يعطيك العافيه زميلتنا الغاليه منورتنا. الحين ام فارس حنان، ام فارس طبعا شخصيه مو طالعه الاعلام كلش نهائيا، شلون قدرت تتقمصين هذه الشخصيه، شخصيه ام فارس؟ طبعا انا قعدت مع ام فارس شخصيا، اوجه لها تحيه يعني، وان شاء الله تكون قاعده تشوفنا الحين. ان شاء الله ان شاء الله احلى تحيه. كل عام وهي بخير. كل عام وهي بخير، مبارك عليها الشهر. هي وبناتها الحلوين كلهم قعدت معاهم ووايد عطتني معلومات وايد حق الشخصيه، فادتني وايد بصراحه. ويعني يمكن حتى اللي انعرض او اللي بتشوفونه ان شاء الله يمكن هو جزء بسيط جدا من شخصيتها، لان يمكن حتى انا تناقشت مع رمضان بالموضوع، حتى قال لي ان من كثر ما هي شخصيه قويه هي يبي لها فيلم بروحه، من كثر ما هي شخصيتها قويه وعميقه. وبس يعني لان طبعا هي اساسا قصه فايق عبد الجليل، هي كانت تشارك فايق في كل انفعالاته ومراحله وكتابته، استفادت منه وايد و تعلمت منه وايد، كانت تشاركه حتى آراء يعني الرأي بالشعر بالكتابة، كانت تشاركه بكل شيء، عاشت معاناته. حلو. فالحمد لله يعني كان في لينك بيننا. أنا بسأل الأستاذ رمضان، إيش كثر راضي عن العمل؟ يا سلام. كم بالمئة؟
صدق صدق بصراحه. اي اي رضا الحمد لله. ماكو نسبه معينه؟ رضا الحمد لله. يعني كنت متخيل مثل ما انت تبي صار الموضوع ولا احسن ولا يعني اكيد الواحد ساعات يتصور افضل؟ الافضل افضل طبعا افضل. يعني هني خليني هني اتوجه حق الشيخ انتصار. وجود الشيخ انتصار في العمل، احتواءه لهذا العمل، احتواءه لنا وللشباب، هذا العمل يعني هذا الاحتواء، وجود هذا الشيخ معانا في العمل عطى العمل حجم مختلف. يعني حتى انا كمخرج وكمنتج منفذ في العمل بدأت يعني افتح يعني افتح على قولتهم الباب والدرايش وشنو ابي من هوا يدش لي يدش لي. تمام. فمكياج كنا نبي مكياج، اروح حق مكياج عالمي. نبي محتاجين مثلا اي مساعده من اي مؤسسه من الدوله، فاتحين بيبانهم لنا. تمام. الجلوس معاها، تحويل العمل من يعني حتى شكل العمل في البدايه كان ممكن يطلع بصوره محترفة مثل ما شفناها، بس كان ممكن يطلع بصورة شوي غامجة نقول احنا بالكويت، ان شوي كئيبة ممكن تكون. ها وجود انتصار بالعمل غير شكل العمل. احنا استمدينا من طاقتها من هي النوير، هي النوير، فتحولت طاقة الفيلم، تحولت حتى طاقة اللوكيشن عندنا، تحولت نتيجة الفيلم، تحولت. حلو. انا بعطيك معلومة بس تسمح لي، يقولون عصبي بالشغل ما ترسم شكلك هني طيوب لكن بالعمل عصبي. صدق عصبي؟ والله يقولون عصبي. حنا صدق معلومه ماخذين عنك فكره. ايه فكره بسيطه. حريص وايد حريص انها السؤال بس هو مو عصبي. انا اوضح الموضوع هذا لان يعني تكلموا فيه اكثر من مره. وايد كلهم يسالوننا شيء. هو الموضوع شنو؟ ان العمل انا كاتبه حلو ومخرجه والمنتج المنفذ. يا سلام. فبالتالي في اللوكيشن قاعد اتعب. زين يعني في اللوكيشن انا قاعد اتابع اخراج وقاعد اتابع نص وقاعد اتابع انتاج. فهذا طبعا كان شيء يسعدني. يعني انا ما كنت متضايق، بالعكس جدا سعيد. عصبي ولا مو عصبي؟ لا مو عصبي. انت يصير في عندك حرقه على قول شيخ انتصار، تقول في حرقه على الشغل، هذه الحرقه موجوده. يعني انت عملك وهذا ابني الاول. صح. يعني انا مهتم كنت انه يطلع بشكل معين، صوره معينه بادق التفاصيل. لما تحضر لما تحضر العمل راح تنتبه ان جمال العمل في تفاصيله. هذا اللي انا كنت دائما انا اقول انه في شيء صح وفي شيء اصح. انت لما تتعب على الشيء تبي احلى واصح صوره. يعني ممكن انت تقول انا راح اسوي العمل وراح يطلع بشكل حلو، بس في اشياء ليش تأنب نفسك ويضيق صدرك تقول لو. صح. هذه لو، هذه لو تشيلها من الاساس ومن البدايه بالعمل تصير وايد احلى. يعني ممكن انت ما اعطيت تفاصيل كلها حقها، يجيك شيء بسيط يخرب عليها، فانت تقول يمكن قلبك ما في شيء ما يتعالج. يقولون او شيء ما في شيء ما يتعالج، ماكو شيء ما ينحل. يعني حتى في تفاصيل اي عمل مثل ما قلتي طلعت فيه غلطه، طلعت فيه كذا، ينحل كل شيء، ينحل والامور كلها طيبه. عارفه يعني 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 هذه طاقه انتصار تاثر علي وايد. الله يحفظها ان شاء الله. الامور كلها طيبه وكل شيء ينحل، ما في مشاكل. هني يصير الواحد عنده دافع انه يشتغل بحماس وانه يتوكل على الله فهو حسبه. الحمد لله. الحمد لله. قواكم الله ويعطيكم العافية. احنا بنريحكم شوي انا حصة، بنروح حق فاصل وعندنا مسابقة اليوم. عن شنو؟ اي منطقة؟ منطقة الزهرة. الزهرة. اي الزهرة. صح. هنشوف مشاهدينا شنو عندهم من اجابات. لا انا منطقة. ولا محمد نعرف. تعرفون؟ انا ما اعرف. ليش سموا منطقة الزهرة الزهرة؟ الزهرة. انا اقول لك هذا السؤال صراحة. وهقتني قبل شوي. لا والله العظيم على الهواء. انت تدري؟ انت تعرفين الاجابه؟ خلاص حصه نشوف المشاهدين شنو عندهم من اجابات على منطقه الزهره، ونرجع مره ثانيه حق غبقه رمضان. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين في غبقه رمضانيه. وطبعا انتم مستغربين ليش انا قاعد اقدم هذه الفقره، وهي فقره طبعا خاصه فينا احنا كممثلين، قدمها للمذيع. اي وعندي سؤال طبعا لازم نوهقهم مثل ما قاعد يوهقون. اي لازم نوهقهم. ايه عندي سؤال. سلم السيارات. سؤال لي ولا حق حصه؟ لا لكم انتم الاثنين. لا حق حق. لا لكم انتم الاثنين. اوكي عشان تفكرون مع بعض. يلا. سلم السيارات. حلو. كم سينما بالكويت؟ الاجابه من زميلتي حصه. نعم.
تستعين بصديق؟ أكيد. والله أنا أدري إنك كانت واحدة. بعد في واحدة ثانية. تنتين. أدل. واحدة بالأحمد. تنتين. كانت تنتين. واحدة مني كانت. أدل بالضبط. تنتين. متى 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 بلش أول عرض في سينما السيارات؟ أي بالستينات هو صح؟ لا مو بالستينات. أنا بقرب لك إياها. هو بالسبعينات. السبعينات. بس أعطوني رقم. يلا خليها طبعا. 72 74 75 72 74 72 لا 74 75 عاد شويه 75 انزل شويه انزل شويه 73 زين تغشش غششنا صح 73 متوهقين انا قربت انا كنت 72 كنت 72 اي وانا سافرت قلت له 73 زين على اساس انا الاقرب صراحه الجائزه الاقرب بس جائزة ان شاء الله راح تكون مقدمه من كذا 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 زين ها لكذا كذا كذا ان شاء الله تستمتعون بوجودكم اليوم هذا احلى هديه عندنا بطبقتنا يعني ما اتوقع في هديه احلى من هديه تواصلكم ويانا ومنوريننا في غبقة كويتية الله يسلمك بس هذا ما يمنع ان احنا نشرح شوية عليكم شغلة صغيرة ليش تأخر عرض الفيلم؟ ليش تأخر عرض الفيلم؟ هذا يعني سؤال انا بحاول اجاوب عليه بشكل بسيط يقول ما يشرح عليك اللي يغليك وعزك احنا من معزتنا لكم لا هو الفيلم ما تأخر هو فيلمه الآن في وقته بس إذا إحنا بنتكلم عن موضوع تناولنا لشخصية فايق عبد الجليل في شيء هو كان سبحان الله يعني ذكر الشهيد فايق عبد الجليل في لقاء قبل 25 سنة وقال سيأتي جيل بعد 25 عام حدد رقم راح يفهم أنا شنو قاعد أقول ومن ذاك اللقاء فترة أسرة واستشهادة الله يرحمه مضى علينا 24 سنة وزود يعني قريب 25 سنة وهذا احنا جيل الحمد لله ترجمنا فايق عبد الجليل سينمائي فالفيلم ما تأخر الفيلم هو موعود من الله سبحانه وتعالى من أول يقدم في هذه بس تأخر شوي عرضه تأخر العرض بعد التصوير يعني أنا أشوف أن السؤال المفروض يكون موجه للمخرج وما أعتقد أنه تأخر يعني مناسبة حلوة أن العيد جاي يعني. إن شاء الله وضع حلو انه ينعرض في العيد مو في العيد في مسرح بعد المسلسل جميع دور السينما خرب العيد ان شاء الله يكون كان في عرض حزنة خاص عرض اول كان في هو كان في عروض خاصه عرضت انتهت عرض الافتتاح وعرض لجنه الرقابه وعرض خاص كان للاسره يعني كان في عده عروض بس انا بس برجع على سؤالكم بس بفيد نقطه بسيطه موضوع تاخير العرض العرض كان ممكن ينعرض في شهر 2 ممكن يعرض في شهر 3 ممكن يعرض 4 5 6 علشان انا اعرضه يعني لان عرض في العيد سبب عرضه في العيد علشان يكون فيلم وهو فيلم ان شاء الله تمام فانا اقصد بالكلمه هذه شنو ان العمل مو تصوير التصوير هو جزء من العمل على حال كتابه السيناريو في سيناريو ينكتب في عمل يتصور في إدت مونتاج بعد المونتاج في كلر في جرافيكس في 3D هذه الأمور هذه كلها تأخذ وقتها براحة عشان يطلع العمل إن شاء الله يكون متكامل والجمهور يكون يعني مرتاح بالعمل يعني حلو صورة كاملة حلو أنا موسيقى يعني من الشغلات اللي مهمة كانت حلو. الموسيقى أنا أوجه تحية حق حبيبي وصديقي وأخوي الجميل طارق الناصر الفنان الرائع مؤلف العبقري طبعا طارق الناصر يعني نوجه له تحية شخص يعني نسيت الكلمة اللي تنقال يعني معروف ما يحتاج الواحد يعرف فيه هو مؤلف عمل الجوارح والكواسر ونهاية رجل شجاع والملك فاروق بالضبط اللي هبوا فيها في فترة أيوة في فترة التسعينات بعد التسعينات ومؤلف عبقري طبعا وأنا شاكر له تعاونه معانا في هذا العمل علشان طارق الناصر يشتغل في عمل مثل هذا ويعيشه كان يحتاج ياخذ وقته كفنان العمل تنفذ في أوركسترا أذربيجان كتنفيذ موسيقي من أوركسترا أذربيجان من بعض العازفين في الأردن من بعض العازفين في الكويت فبس كاست الموسيقى الكاست الموسيقي يتكون مو أقل تقريبا من 60 شخص عازف
غير ال15 شخص اللي هم الإديتر والمنوتين والمؤلف وكذا. عمل جبار حقيقة. عمل إيه بصراحة ضخم جدا يليق باسم ناس مثلكم وشرواكم. أمانة أنا جدا متحمسة لمشاهدة الفيلم، يعني أشكركم على التريلر اللي كان بس حق غبقة كويتية، يعني حقنا خصيصا هذا، ما طلع حق أحد ثاني. حلو. ما شك... ها شككتوني. ما طلع. طلع مكان ثاني. لا. إيه حصري عندنا ها. تلفزيوننا بعد هذا. البنات ما يلفون ويدورون، حصري حقنا ها. حصري أكيد. حق الرجال اللي يكون. مكاننا هذا. حنان ودي نرجع وياك لورا، إحنا ثاني يوم رمضان مقيم، عسل الكمل علينا ويتقبل منا أعمالنا إن شاء الله وصيامنا وقيامنا. ذكرياتك قبل برمضان، في موقف مضحك ذكرينا أيام الزمن الجميل إن صح القول؟ يعني الأشياء اللي في البيت ولا برا ولا حياتك بشكل عام؟ والله وايد مواقف. أيام الطفولة وأنت صغيرة حنان توجبين تروحين زيارات وكذي؟ طبعاً إيه، نلبس دراريع ونكشخ ونروح ونزور ناخذ الحلو لازم. إنزين أنت من النوع اللي يزيد وزنك برمضان ولا شلون؟ برمضان العادة الحلو مع الحلو مع طبعاً نشكر سويت سور على الحلو اللي اليوم مقدمينه. طبعاً رمضان يعني محلات الحلو تتنافس علشان إحنا نمتن. إحنا لا نشوف يعني الجيمات ولا نمتن في رمضان. لا نشوف الجيمات ولا هذه شو اسمه؟ لا نشوف جيمات قدامي ما أقدر. بس حال من بعضه يعني أنا لا ما أقدر. والله أنحاش. يقولون صحياً 3 جيمات بس باليوم. لا وين ثلاث لا تمرات يعني تسويها صحيا لا ماكو صحيا برمضان ماكو رمضان انت يا تزيد يا تنقص يعني مستحيل انك تدش وتطلع انت سليم منظم يا تنقص يا تزيد احنا يا تزيد يا تزيد حلو ماكو بلدنا خسران حلو اقرار وذكريات قبل وانت صغير والله انا تقول لي ذكريات يعني يمكن انا ما لحقت وايد على الزمن الجميل يعني من كم يوم انا ويا اختي العوده كنا قاعد نسولف عن اعمال قبل اللي يحطونها قبل الفطور او بعد الفطور على طول اللي هو الابريق المكسور ومدينه الرياح القم صغير ومدلقم اللي الحين حتى اشوف بعض الشركات مسوين اعلان ويايبين لا طولة العمر والفنان خالد العبيد من الفنانين اللي نحبهم ودنا هالاعمال تنعرض يعني مره ثانيه هذه يعني نغزه حق وزاره الاعلام اوكي حصريه هذا حق برنامجكم اذا في مواقف رمضان فانا اذكر يمكن القرقيعان كنا نروح نقرقع وفي بعض البيوت الله يهديهم يمكن الحين يسوونها ما ادري يقول لك في قرقعان في قرقعان ولما توصل عند الباب تغني قرقعان ولا سلم ولدهم نص ويان هيك ماي من فوق طشت في ماي ويكتون عليك هذا من المواقف اللي تونس وتضحك وهم كانت اكسدنا يعني نحن كنا صبيان صغار نقرقع العميري لا والله ذكريات برمضان كان موضوع التيل يوم بيت الطين العمير ترى يوم رمضان قديم ترى شايب لا تشوفه الله يعطيه الصحة لا هو كان موضوع التيل اللي هو اللي شاغلنا التيل لأن أنا ما ألعب قدم مو شرس بالقدم أنا أحب التيل قبل وإذا ما صار التيل صار على قولة المقصي المقصي الله فالمقصي اللي هي البيسبول مال الكويتي فكنا نلعب من بعد صلاة عصر لجري بالمغرب طبعا حفاي زي مش الحال من حان لين نوصل سيدة على أولك تبي تفطر زي روح غسل روح كذا فما في فكانت يعني ذكريات رمضان جميلة خصوصا أيام ومواسم اللي يمر عليك اللي هو احنا نسميه الحين في اللغة شوية أساس كبرنا حصاد الكنار الكنار زينه كنا وايد ندور الكنار اي سدره موجوده ببيت اي احد تشلع كنار زينه فتلاقي شداشتك نصها كنار هني نصها تيل ورايح تكذب انت عليه احنا صغار ما لحقنا على هالمواقف انا صغار سؤال بعد صغير عن الفيلم لما انعرض شنو رده فعل ام فارس واهل الاستاذ الشهيد الله يرحمه ويرحمه يعني أكيد تأثروا لما شافوا العمل في هذه الضخامة وهذه التفاصيل وهذه الإنتاجية يعني الجميلة اللي طلعوها ناس أنا بالنسبة لي اليوم صار بيني وبين سارة مسجات وتواصل وقالت لي إن أم فارس كلمتني بس ما وصلت يعني تليفوني ما أدري شنو كان فيه بالضبط
فأنا ناطرة ردة الفعل يعني على حرب الجمهورية. للحين تواصلت إن شاء الله؟ للحين ما كلمتها ولا كلمتني، للحين ما صار بيني وبينها تواصل. ولا لأن كان في لأن عرض عرض خاص لأسرة الشهيد، فكنت موجود أنا في العرض يعني. الشباب كانوا تعبانين من العرض اللي قبله، فاحنا ما كنا موجود وماذا، فما كانوا موجودين في العرض، بس انا كنت موجود في العرض ويعني شفت ردة الفعل مؤلمة يعني حساسة شويه. ايه يعني اذكر كلمه من 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 الناس اللي طلعت من المسرح من اهل الشهيد، ولد اخوه بالذات يعني كان محمد، فهو طالع قال لي الله يسامحك وهدني مشى. الله يسامحك راضي ولا زعلان؟ الله يسامحك ان انت هيجتني، هيجت شجوني. لان بعد العرض على طول يعني طلع التتر، نزلت الموسيقى، كان في يعني تاثير وكان في بكاء، وهذا لدرجه انه يعني حتى انا ما كنت اقدر يعني اسلم على الضيوف الموجودين، فبسرعه رحت لابن فارس ولابن فارس، وهذا يعني اذا كان في شيء، كان في مشهد يعني رجعكم لذكرى مؤلمة، فكان لابد أن يعتذر منك. فيصل يمكن ما قطع كلامك، بس يمكن فيصل فنان وأنتم كلكم ما شاء الله فنانين، بس أكيد الفنان دائما يشعر في مشهد من المشاهد هني راح يوصل مثل ما يقول رسالة تمس القلب يعني. طبعا أكيد في مشهد كان مؤلم بالنسبة في مشهد فيصل أي واحد راح يطالع الفيلم. فيصل هذا يتكلم عنه من قبل يعني فيصل كان مهتم في مشهد الغداء مثلاً من قبل لا نصور بشهر. وهو فيصل عارف إن هذا المشهد هذا لي راح يهد الدموع. هذا المشهد، وفي مشهد ثاني اللي هو بيني وبين زميلتي حنان اللي هو في فترة الغزو، لما يقول انا ما راح اترك لكم شيء، لا فلوس ولا جاه ولا مال ولا شيء، انا راح اترك لكم بس اسم وتاريخ. الله، هو مشهد مؤثر، بس هو المشهد احنا اشتغلنا فيه، افترض احنا كممثلين ما نتاثر على اساس ان نترك واقع التاثر على المشاهد، بس المشهد اللي قاعد يقول عنه مشهد الغداء هذا يعني انا ما ابي اتكلم عنه لانه مشهد وايد يعني ما تبي تتكلم عن تفاصيلها، انت بتشد الناس اكثر. اكيد اكيد يعني. اكيد هذا المشهد انا يعني اقول حق الناس ان شاء الله، بس احنا بغبقه كويتيه اليوم نستاهل يعني. لازم تعطينا شيء خاص. اي يعني عطنا شيء خاص يعني المشهد وين مؤثر؟ موصيك شكل رمضان ها؟ والله لا اعطاك النظره هذه. لا والله اي اللي يقراها النظره. انت قول صراحه. حصه انا بالنسبه لي وجهه نظري يعني ان كل شيء كان مؤثر يعني، وجود فيصل وطرار والاحساس القوي، شبههم صار في لحظه من اللحظات كان واحد. حلو. هو العمل انا حسيت اي العمل بنيان يعني. ابو عبد الله فيصل عميري لمن كان يخلص مكياجه ويطلع لنا في اللوكيشن، خلاص يصير في احترام، في احترام لفايق عبد الجليل موجود ويانا في اللوكيشن. الروح هذه موجوده، روحه موجوده. تمام. زلت طلع كذلك حماس الشباب اللي كان فيه في فتره الشباب اللي كان قاعد يأدي دور فايق، كنا متحمسين معاه نركض وياه كأن احنا بنخلص معاملته وكذا. هو يعني سواء بديته او ما بديته بس دشيت للمكان هذه الهيبه. طبعا اي لان هني هذا شغل مخرج. انا في تصوري ان يعني انا اللي اصنع الاتموسفير والجو، جو المكان لازم انا اصنعه. فمجرد ما ينتهي كان فيصل من مكياجه في اول يومين، كنت يعني اول يومين لوكيشن تصوير كنت اتعمد ان انا اتصنع هذا الاحترام وهذا الهدوء حتى يتطبعون فيه الموجودين. بعد ثاني يوم ثالث يوم بديت انا اتطبع فيه مو بس هم، فصار طبيعي. من صار طبيعي خلاص بدينا نتعامل مع فيصل وهو فايق حتى ينتهي اللوكيشن، حتى ينتهي يوم التصوير. امانه يعني انا لهاللحظه قاعد الاحظ ان هم يقرون بعض بالعيون. اي متفاهمين. اي يعني انت اعطيته هذه النظره هو خلاص فهم سكت، فيعني اكيد في هذه من العين حنان قامت تفهمك يعني تفهمون كيد. بعض من النظرة. حلو. وايد لحظات كان بالفيلم. الروح اللي قلتها رمضان عفوا إيه؟ بسمح لي، الروح اللي قلتها انه خلاص نتعامل معاك فائق عبد الجليل الشهيد رحمة الله عليه، نتعامل مع الفنان فيصل،
كأنه موجود، روحه موجودة، فهذا شيء جميل، هذه روح الحماس اللي موجودة والحرص اللي موجودة بالعمل طبعا. فهذا شيء تشكرون عليه حقيقة طبعا. أقول لك أنا لحظات في العمل أكون يعني مثلاً قاعد ناخذ مشهد فكاد كذا بنعيد، فأنا رايحك فيصل بكلمه، مجرد ما أخطي خطوة تاني يشوفني من بعيد يطالعني بنظرة أدري أنه هو فهمني، فأرجع ما أروح له يلا شباب مرة ثانية ويقول لي أنا أبي. فهذه يعني خلاص صارت موجودة مع حنان مع عبد الله مع فيصل، كان متواصل بيننا الحمد لله. عبد الله أنا بس بذكر شغلة أفضل عن ردة الفعل اللي من أهل الشهيد. أنا ما كنت أدري بصراحة إن في عرض خاص لفارس وأهله، فأنا بيني وبينه تواصل من بعد ما قعدنا في بيتهم أنا وأخوي فيصل، فكنت كل لقاء مرة طلعنا في لقاء في أحد التلفزيونات اتصلت عليه، أول مشهد كنت بصوره اتصلت عليه قلت له الحين أنا بصور، دق علي ضحى فارس فايق عبد الجليل، رديت الأخوي كان يقول لي عفوا منه فارس ولا فايق، قلت له لا، كان يقول لي عفوا منه أنت فارس ولا فايق، شلت التليفون قلت يمكن أنا مسيف الرقم غلط أو قلت له لا، كان يقول لي فارس ولا فايق، قلت له والله أنا أتشرف بالأثنين يعني، كان يقول لي أنا توني طالع من عرض خاص أنت قعدت مع أبوي شفته، قلت له لا والله للأسف إن أنا ما حصل في هذا الزمن ان انا التقي فيه، لكن التقيت فيك يعني وانت صوره مطابقه ومطوره ما شاء الله. والله شوقتونا نروح نشوف الفيلم امانه، يعني انا متشوقه تاثرت يعني قاعد احس ان كل واحد بدوره ل مثل ما يقولون نقطه اثرت فيه في حياته، يعني انه يعني هو قاعد يقول ان هذه مكالمه اثرت فيني وهي برا الاجواء يعني مو قاعد يمثل فهذه يعني معناته ان العطاء مستمر. اي بتقول شيء قول. واتصال واتصال كامل انا ساكت وكاش شعر ينبي بصراحه، وهو يسولف ويتكلم كلام حلو استانست عليه استمتعت فيه تاثرت عشان فرقت اي احنا واحنا نصور المشكله انه في 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 مشاهد يعني فرايحيه يعني مثل ما يقولون، يجيني رمضان يقول لي عبد الله ترى عيونك قاعد تغوري يعني فابتسم شويه، اقول له ايه ما قاعد انسى ان انا قاعد امثل فايق قاعد اعيشه كها الحين على الهواء ما اي تاثرت مبين الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله انه وصل لهذه المرحله على حرمة ما اقول على حرم الجمر اكيد بصراحه، مع ان رمضان ممتع بصراحه يعني احنا نتمنى رمضان يطول بس انتم شوقتونا حق ان شاء الله بس نبي جديد عاد نبي عمل ضخم مثل هذا العمل والله قاعد نقول انتم بعد لازم تخافون على اعمالكم الجايه ان الواحد لما يقدم عمل طبعا لازم بعد هذا العمل اللي بعده يكون يليق بما قدمه صح يعني صحيح. صحيح. الواحد بعد هذا العمل ما يدري شنو صح شنو الخطوه المسؤوليه زادت شوي القادمه يعني المسؤوليه طبعا هذا العمل هذا العمل ان شاء الله موجه من انتاج رؤية الشيخ انتصار هو نواة لصناعة سينما حقيقية في الكويت إن شاء الله، يعني إحنا ما من البداية ما اشتغلنا في هذا العمل عشان يكون عمل والسلام، يعني إحنا اشتغلنا في هذا العمل حتى يكون هو حجر الأساس لبنيان إن شاء الله قاعدة سينمائية مهمة إن شاء الله. وفي نقاشات يعني تصير بيننا وبين مخرجنا نتكلم فيها عن ما في قصور في باقي الشهداء اللي موجودين اللي كافحوا في الغزو مثل الشهيدة وفاء العامر أو الشهيد أحمد الفهد رحمة الله عليه فهد له. فيمكن هذه تكون مشاريع قادمة يعني إن شاء الله نحاول إن احنا نأرخ تاريخ كويتي يمكن الحين الأجيال اللي الحين ما تدري أو لا هي في الآيباد ولا هي في التكنولوجيا هو الأرض الكويتية خصبة تاريخ خصب في قصص في مواضيع كثيره في شخصيات في شخصيات في شخصيه ببالك بس هي المشكله هي المشكله عزيزي انت لما تجي وتوجه هذه الشخوص زين وين تبي تحطها اذا قلنا في التلفزيون والتسلسل وتفاصيل التفاصيل يمكن ولا 100 حلقه انت تكفي فايق عبد الجليل صح بس احنا نبي هذه الشخصيه فوق ان يعني هي مؤرخه في ذاكره الكويتيين أكيد نبي نأرخها في الذاكرة
للجيل الحالي عن طريق السينما. حلو. والسينما هي من افضل شيء ما يعني يؤرخ حقيقه. انا احييكم المخرج افضل الموجود هنا صراحه. لا يمكن في افضل منا يعني. لا والله بالعكس، لكن الحمد لله رب العالمين نورينا اليوم في حلقه كويسيه. نور نور. وانا ناطر الفيلم مثل ما اقول لكم على حرم الجمال ان شاء الله. شوقونا صراحه مثل ما يقولون. راح اوقف وانا اصفق لكم بنهايه الفيلم. شرف لنا. ما حد راح يشوفني بس راح اصور سناب واجد لكم اياه كلكم. نحييكم رمضان خسروان مخرج العمل حبيب الأرض، فيلم كويتي بأيادي كويتية حقيقة، والفنان عبد الله طراروة وأيضا فيصل العمير والفنان أحمد المهدي. كل الشكر لكم على العمل الجبار والجميل. شخصية كويتية شهيد مثل الشاعر فقيه الكويت وحبيب الأرض فائق عبد الجليل رحمه الله عليه. انت وصلنا لختام قصة. أنا يعني متابعتك في مسلسل ترابرا ومتابعتك عندك بعد عمل مسلسل ثاني ذاكرة من وراء. اي ما شاء الله منور مسلسلات تلفزيون الكويت. الحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم اجمعين ان شاء الله. طبعا نشكركم ونشكر سويت ثور. سويت ثور على الحلو اللي مدازينا. راح ناكل هذا ولا بس اكيد هذا لكم كله. يلا عشان العريس ان شاء الله. وطبعا انا احب اشكر الازياء ريهام مجوهرات تيارا ولك الجميل من صالون نيل ستيشن. يعطيكم الف عافيه. مشكورين على الاطلاله الجميله. تصبحون على خير مشاهدينا ونشوفكم ان شاء الله باكر بنفس الوقت. يلا شباب يلا يلا.